الشعب يريد إنهاء الاحتلال، يطالب بالحرية بالاستقلال، مطالب شعبنا الفلسطيني في الشتات. وذكرى النكسة جاءت لتكرس فكرة إنهاء الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية بكل مقدراتها. جاءت الذكرى جديلة ولا أروع، سيمفونية بديعة بين الداخل المحتل والشتات. فعمار حسن فنان فلسطين حمل رائحة الوطن، وعبر أغانيه الملتزمة نثر عبيرها على حضور متعطش الذي بادله الحب وحمله رسائل حب وشوق وقبلات لكل فلسطين. بحاول بشكل عام انه هذا الجيل الصاعد طبعا اني احاول يعني اعمل عنده نقطه تواصل مع ثقافته، مع تراثه، مع بيئته، حتى انه الانتماءات تتكرس بداخله، وانه بالفعل نكون اينما كنا، لانه دائما يعني بيقولوا انه لكل شعب وطن، لكن نحن الوطن هو الذي يسكن فينا حقيقه. يعني مهما فعلوا الوطن سيبقى لنا، وان شاء الله سنعود الى اوطاننا ان شاء الله. مسرح عمون كان على موعد مع جمهور مختلف عما يعرف. أبناء المخيمات في الأردن وتحت راية منتدى الوحدات الثقافي غنوا للوطن وصفقوا بحرارة لكل كلمة صدحت بحب فلسطين، التزاما منهم بمناسبة رغم سوداويتها إلا أنها نافذة أمل لغد لا بد قادم. فبالرغم من ألواح الصفيح والجدران المتهالكة التي تضمهم، يؤكدون بأنهم شعب بتاريخهم وحضارتهم لا بد أن يكون له حاضر ومستقبل يليق بهم. والله احنا اليوم نستذكر ذكرى أليمة على قلوبنا، يا ذكرى النكسة والنكبة باستمرار. يعني هاي ذكرى أليمة بتذكرنا باللي صار فينا في فلسطين، وإحنا على إصرار كامل بأنه سنرجع إن شاء الله عائدون إلى فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله. دائما هذه الذكرى الفلسطينية لنقول لأهلنا في الداخل، نحن معكم قلبا وقالبا في ذكراكم، في وجودكم، في حياتكم، في نفسكم، في هوائكم، نحن هنا دائما وأبدا، سنبقى متواصلين معكم وستجدونا حينما تطلبونا بإذن الله تعالى. فيدي أولادنا يذكروا فلسطين ويذكروا بلادهم، والحمد لله إن شاء الله يا رب نرجع لها إن شاء الله يا رب. شعبنا الفلسطيني في الشتات، ومن عمان العاصمة العربية الشريكة بالنضال والدفاع عن تراب فلسطين، يعلنها على الملأ بأنه لا يقبل بديلا عن فلسطين، وحق العودة مقدس لا مساومة عليه، ولا يسقط بالتقادم أو بتغيير الجغرافيا والأسماء. سناء مفلاح، تلفزيون فلسطين، عمان.